بدي أحرمكم من، يعني أنا حابة أفيدكم، قصدي يعني أفيدكم بهاي المعلومة. قرأت على الإنترنت إنه الحليب والسينامون بالليل بيساعد على النوم. طيب، فأنا دائما إيش بسوي؟ بحط معلقة قرفة، كاسة حليب، وبحط فيها شو اسمه هذا، الفانيليا، الفانيلا اسنس. هذا هو ما مش ضروري الفانيلا بس. وبعدين بحطه بالمايكروويف لانه الحليب عندنا بيكون بارد، بيكون من الثلاجة طبعا. بحطه تقريبا هيك نص دقيقة، بعدين بطلعه بحطه نص دقيقة، بعدين بطلعه، بعدين بحطه نص دقيقة، بيكون خلص ساخن. بتكون القرفة فوق وانا بس هيك بحرك بتروح بتدوب. وعلى فكرة ممكن تحطوا كوكونت اويل واشياء زي هيك، بس انا بحبها حليب قرفة وشو اسمه فانيليا، بشربها زي ما هي. هو القرفة انا بحطها دايما فوق الحليب البارد، وبعد ما احط، بعد ما احط الحليب يعني 30 ثانية بحركه وبصير هو لحاله هيك، يعني بتخلط لحاله لان الحليب كتير ساخن. ديروا بالكم تسخنوه بزيادة لأنه ممكن ينحرق ويفور، لأنه لو حطته كتير، يعني مثلا إن هاي كمية كبيرة بحطها دقيقة ونص طبعا مفرقة، لكن لو حطيته مثلا كمية حليب صغيرة ممكن ينحرق يفور. فأنتوا دايما حطوها بالتدريج، يعني 30 ثانية 30 ثانية 30 ثانية زي هيك. ولما تشوفوا هيك دخان طلع او الحليب سخن، هيك بتحسوا انه الحليب سخن، صار دافي او سخن، يعني دافي سخن، سخن دافي زي هيك، تحركوه وبتشربوه. هلا في بنات ما بحبوا القرفة، انا يعني صراحة من عشاق القرفة، بحبها كتير مع الحليب، وحتى ما بحط سكر، ما بحط سكر وبشربه هيك مع الفانيلا، كتير 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 بيكون زاكي عن جد. وممكن كمان تجربوه مع الكاستر، كاستر وقرفة، بس أنا يعني ممكن برضو تسووه على السريع، يعني ببريق القهوة كمية صغيرة، بس أنا بحب هاي الطريقة لأنها كتير سهلة وجد هيك مريحة، هيك يعني عاملة زي الشاي، مش لما تشربوا الشاي بتحسوا هيك براحة نفسية، هاي هيك بيريحني نفسيا. وشوفوا الكاسة ما أحلاها، أجتني هدية بيوم ميلادي من أختي اليوم. طبعا أنا عمري معلق على 22. طيب، كل يوم ميلاد حيجيني حكون 22، ما رح يتغير عمري، أنا 22 يعني 22. طيب، وما في داعي أكبر أكتر من هيك، رح ضلني 22 وسيفرجها الله وأصير 30 سنة، حيضل عمري 30 سنة ما رح يتغير لحد ما أصير 40، بعدين حيعلق على 40. طيب، يلا مع السلامة، سووا لي لايك سبسكرايب وكل هاي الأشياء.